اللي في الجهات معنا في جهاتهم عاشوا تجربة التواصل اللي عملها المجلس التأسيسي الحوار الوطني حول الدستور، وهذه كانت من التجارب المهمة، وكان تقبلها حوار داخل المجلس مع عدد من الجمعيات اللي ناشطين في المجتمع المدني، جمعيات المدنية، وكان زاد حوار خاص بالمجتمع المدني في علاقة بمقترحاتهم حول الدستور ومشروع الدستور الجديد. لكن فما جانب آخر دخل فيه المجتمع المدني بشكل كبير، وانا نعتبر اللي هو ربما اهم دور لعب المجتمع المدني مع المجلس الوطني التأسيسي، وان شاء الله يكون مع المجلس هذا بنفس القوة، هو المبادرة التشريعية او قوة الاقتراح لمشاريع القوانين. خاطر نحن كما تعرفوا وهذا نظم التنظيم بعقد الصلاة العمومية وقتها في المجلس التأسيسي، واليوم نظم الدستور في شكل تقديم مشاريع القوانين. احنا نميزوا بين حاجتين، بين مشروع القانون بروجي دو لوا اللي تقدمه الحكومه، وزاد فما مبادره تشريعيه لرئيس الجمهوريه ببعث الدستور الجديد، وبين مقترحات القوانين اللي قدموها النواب، واللي هما كيما ينجموا يصيغوها النواب المقترحات هذه ويقدموها 10 نواب، كيما ينجم يسيخها المجتمع المدني ويتبنوها 10 نواب، لانه ديما سهوله التواصل مع النائب يعني اسهل من الحكومه، لانه الحكومه محكومه بسياساتها برؤيتها ربما لمشروع قانون معين في مجال من المجالات، لكن المجتمع المدني وقت اللي يصيغ مشروع قانون ولا مقترح قانون قادر انه اذا كان يقنع به 10 نواب انه يتم تبنيه ويصبح ك بين قوسين مبادره تشريعيه تعرض على المجلس النواب وتناقش في اللجان وفي جلسه عامه. وهذا كان فما تجربه مهمة جدا في القانون الانتخابي، انه القانون الانتخابي كان المشروع اللي خدمنا عليه في لجنة التشريع العام كان من معناها اشتغلوا عليه جمعيات ناشطين في المجتمع المدني، وكان عمل متميز من جميع النواحي، معناها من الجوانب التقنية وكذلك من الجانب القانوني، لانه اشتغلوا عليه كانوا فيه زادة مجموعة من المختصين في القانون، وكان من ابرزهم رئيس الهيئة العليا للمستقل الانتخابات الأستاذ شفيق سعيد، الأستاذ شفيق صرصار، واللي خدم في المجموعة هذه واللي اشتغلت على مشروع القانون الانتخابي. ونحن كان الأساس متاعنا في دراستنا للقانون الانتخابي ولا مشروع القانون الانتخابي هو المقترح اللي تقدمه به المجتمع المدني، وكانت الميزة إنه وقت اللي أمضينا على المقترح كان هذا وقت نقاش الدستور، كانت مجموعة من يعني عدد كبير من الأحزاب، ما كانش حزب واحد هو اللي تبنى المبادرة. وهذه الميزة الثانية، إنه المجتمع المدني وقت اللي يخدم مبادرة تشريعية وليقدم رؤيته لمشروع قانون دائما يتوجه إلى كل الأحزاب السياسية ويحاول يقنعهم إنه مهم إنه المشروع وقت يدخل للمجلس النواب كمبادرة ويكون فيه إمضاءات من 3-4 أحزاب، هذا يخلي سهولة وسلاسة في النقاش في اللجان وفي الجلسة العامة، يعني ما يظهرش انه هو رهين حزب معين او انه توجه سياسي معين او انه ينحصر في حزب معين. وهذا مهم انه يخلي المجتمع المدني هو ما، وهذه ميزة المجتمع المدني انه مش مجتمع مسيس، هو مجتمع يعني او جمع او يعني المنظمات تكون عندها نفس المسافة مع الاحزاب الكل، هذه مش سهلة بالطبيعة لانه فما حتى واحد مش مسيس، على الاقل كمواطنين نحن كل واحد عنده الأفكار اللي يعني يؤمن بها وينتمي لها، لكن على الأقل في عملهم كمنظمات يعني مدنية يكون عندهم نفس المسافة مع كل الأحزاب السياسية. بتبيع هذا أنا نعتبره من أهم الجوانب اللي يتدخل فيها المجتمع المدني هو المبادرة التشريعية. ونحن اليوم كما تعرفوا في مجلس نواب الشعب الجديد عدنا استحقاقات تشريعية كبيرة، يعني أهم القوانين وأهم التشريعات اللي مقبلين عليها مقبلين على صياغتها في المرحلة القادمة عددها كبير، ربما فما حاجة العاجلة اليوم لأنه فيها أجال دستورية كما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، لأنه فما أجال يضبطها الدستور في الأحكام الانتقالية، لكن فما زاد أبواب أخرى في الدستور تقريبا أبواب ما زالت ما تمستش من ناحية المنظومة القانونية، مش موجود فيها حتى أساس قانوني، حتى الأساس القانوني الموجود هو مخالف للدستور على الأقل في جوانبه الكبرى، كما باب السلطة المحلية في الدستور، يعني كنشوف القوانين الموجودة هي لا تتماشى مع ما يقره الدستور اليوم من صلاحيات الجهات، من يعني وجود لا مركزية حقيقية. والحمد لله اليوم يعني يتصلوا بي عدد من المجتمع عن جمعيات ناشطة
معناها في مجال حقوق الانسان بشكل عام، ويعني يحكيوا على انهم قاعدين يشتغلوا على رؤيه لباب السلطه المحليه، على رؤيتهم ربما للقانون الاساسي للبلديات، المجالس الجهويه، لكيفيه توزيع الصلاحيات بين الدوله وبين الجماعات المحليه جديده برؤيتها جديده في باب السلطه المحليه. وجيد، معناها فما جهد قاعد يتخدم الان اللي باش يسهل علينا الحقيقه في المجلس العمل في المجلس الجديد، يسهل علينا برشا ويخلي انه المبادره يعني تتوزع حقيقه بين النواب وبين المجتمع المدني. بتبيع فما احنا عندنا سي مروان وسي بلال يخدموا على الموضوع هذا ويعدوا في مشروع ورقه مهم في جزء منه على ان شاء الله ان شاء الله ونشارك معكم فيها. خاطر انا كنت في لجنه الجماعات المحليه، كنت عضو في اللجنه هذه في الدستور، معناها باب مهم برشا تقني، هو عنده معناها جوانب تقنيه كبيره لانه يدخل في التنظيم الاداري رؤيه الدستور للتنظيم الاداري الجديد في البلاد، ولا مركزيه بمفهومها ربما الحقيقي اللي كان مفقود في السابق. مهم انه نشتغلوا على الباب هذا لانه اليوم عندنا استحقاقات قادمه في مجالات الانتخابات البلديه والجهويه. كما تعرف اليوم البلاد ما عادش تستحمل انه نبقاو في اطار النيابات الخصوصيه والمشاكل الكبيره اللي معناها تخلفها النيابات هذه من عديد المجالات، والاطار القانوني اللي ماهوش متناسب وماهوش متناسق مع بعضه. ومحتاجين اليوم انه فعلا يكون عندنا او تكون فما انتخابات قريبه ان شاء الله ما تتجاوزش ربما اخر 2015 ان شاء الله. النظام القانوني الخاص بالبلديات والمجالس الجهويه يكون حاضر يعني في القريب العاجل. وفما زاد جانب اخر، ان الاستماعات داخل اللجان، انه نحن حتى كي المجتمع المدني ما يكونش هو مشارك بمقترح قانون او بمشروع قانون يقدمه يعني يتبنوه النواب، لكن احيانا نحتاج الى خبرات بعض المنظمات وقت نناقشوا مشاريع معناها معينه، وكي نناقشوا مواضيع معناها معينه ربما اخرها يعني اخر حاجه في المجلس الجديد، انه وقت ناقشنا الموضوع انفتاح المجلس وعلنيه الجلسات كان فما ديما هاجس نحن، وكان فما تخوف انه ما يلزمش مجلس النواب الشعب الجديد وتحت الضغوطات بين قوسين متاع ما يسمى انه ثلاثة سنوات كان صورة المجلس ربما اهتزت شوية بسبب الاعلام، بسبب الجلسات العلنية العامة العلنية والبث المباشر اللي كشاه وذاك اللي تشوفوه كل شيء، انه ربما نتراجع على المبدأ هذايا. وهذه كان الحقيقة كانت مسألة خطيرة شوية، لانه اذا كان اليوم باش نمشيو في انه نسكروا المجلس النواب بمعنى انه يصبح هذا المجلس يعمل في الظلام، ما عادش نشوفوا شنو يعمل، خاصة انه اللجان هي علنية بمعنى يدخلوها الاعلام يتبعوا شنو اللي يصير، لكن ما تتبثش يعني كي نخدموا نحن في لجنة ما فماش بث مباشر لشنو نحكيه في اللجنة. لجنة علنية الاعلام يحضر يشوف شنو اللي صار، لكن ما فماش يعني نقل مباشر لعمل اللجنة عكس الجلسة العامة اللي فيها النقل المباشر. وبالتالي كان فما معناها تحدي كبير انه نحافظوا على علنية الجلسات العامة، على انفتاح المجلس على كل المواطنين والمجتمع المدني سواء في جلسة عامة ولا في اللجان. ما يلزمش اليوم مجلس نواب الشعب تحت أي غطاء إنه هذه صورة مجلس وغيرها، إنه نصبح في إطار عسكرة المجلس. معناها صحيح الجانب الأمني مهم ويلزم مع إجراءات أمنية وغيرها، لكن ما يلزمش نعسكر المجلس هذية باش المواطن معاش يولي يحس إنه قادر باش يدخل المجلس النواب، قادر باش يقابل النواب. نعمل اجراءات امنيه صحيح، ننظموا، هذا حاجه باهيه في التنظيم، مسائل ماهيش خايبه، لكن ما يلزمش نسكروا مجلس النواب على انه يصبح فما حاجز بين المواطن وبين الجمعيات وبين المجلس هذايا. يلزم ديما تبقى كالعلاقه الانفتاح موجوده. وفي للامانه ما كانش فما حتى طرف سياسي داخل لجنه النظام الداخلي يعني عارض المساله هذه، بالعكس. وهنا استمعنا إلى جمعية بوصلة رغم اللي ما عندهاش مقترح في المزال هذا النظام الداخلي، لأنه فماش مقترح عندها، لكن استمعنا لها يعني جمعية ناشطة داخل المجلس تبع في أعمال المجلس الوطني التأسيسي، واليوم مش تبع أعمال مجلس نواب الشعب، وعندها ربما ملاحظاتها على مسألة العلنية، على مسألة التصويت، على مسألة الغيابات وغيرها، على عديد المسائل بتبيع. وكان معناها كانت الجمعية الوحيدة اللي استمعنا لها في المجلس في أعمالنا، واستفدنا منها بشكل كبير، لأنه دائما اللي تبع أعمال المجلس من بعيد هو اللي نجم يعطيك الآراء، يعطيك كمواطن وكجمعية بالطبيعة يعطيك رأيه في طريقة عمل المجلس، طريقة سير الجلسات، شنو ربما اللي ممشيش في الجلسات العامة يعني السابقة،
وشنو اللي نجم نحسنوه في النظام الداخلي الجديد متاع مجلس نواب الشعب مش نجم ربما نتجاوز بعض الثغرات اللي كانت موجودة في النظام الداخلي لمجلس الوطني التأسيسي، واللي هي في الحقيقة ماهيش معناها مش سلبيات، لكن دائما في النظم البرلمانية الكل النظم الداخلية تطبيق النظام الداخلي وسير العمل البرلماني يتطور بطبيعته، معناها فما حاجات تتزيد ثم تغيرات تصير، من حافظوش ديما على نفس النظام الداخلي، ديما تصير تغييرات تصير معناها تحسينات. وحتى النظام الداخلي اليوم اللي بشيت بنيه مجلس النواب الشعب ماهوش نظام داخلي معناه مثالي، لكنه ينجم بعد شهر شهرين شو نفيقوا اللي فما إشكاليات في التطبيق ونغيره. وبالتالي كنا محتاجين انه نسمعوا لتجربة او لرأي جمعية بوصلة كمتابع لعمل المجلس الوطني التأسيسي باش يعطينا رأيه في النظام الداخلي الجديد لمجلس نواب الشعب. هذه تقريبا اهم ربما الآليات التواصل بين المجتمع المدني بشكل عام والمواطن بشكل خاص ومجلس او البرلمان سواء كان مجلس نواب او غيره. يعني ضروري انه يبقى ديما الانفتاح موجود باش النايب يعرف كيفاش تسير الامور وكيفاش المجتمع المدني يشوف بعض القضايا الاساسيه في البلاد، وكذلك تبقى بطبيعه فما جانب اخر ربما ما يهمش برشا المجتمع المدني لكن يهم اكثر النايب بصفته يعني نائب عن جهه معينه، هو التواصل مع الجهه نتاعو مع المواطنين في الجهه نتاعو وحل المشاكل يعني الملفات ربما تبدا عالقه في جهته ولا على حتى على مستوى وطني، معناها انه في الاخر هو نائب عن الشعب كله مش نائب فقط على جهه واحده. هذه تبقى من الاعمال العاديه للنائب يعني بصفته النيابيه. هذه تقريبا باش نزيد ندلل عليك في دقيقتين اخرى اللي هما زوز اسئله مترادفين باش اللي قلته ممتاز جدا لانه هذه الباز يعني الاسس نتاع التعامل. الآن في خصوص الدورة نتاعك اللي هي أنت كانت عندك تجربة مع شخص متواضع مع بعض الزملاء في زوز ورقات سياسية، نجمش تعطينا تجربتك الخاصة في تعاملك مع باحثين كيفاش ترى الإيجابيات والسلبيات وربما النصائح اللي تعطيها لهالشباب قدامنا كل اللي قادم على كتابة ورقات كتمرين في دورة تدريبية وربما يتعامل مع النواب ولا مع صانع القرار؟ هذا سؤال أولاني، وفي نفس الوقت سؤال ثاني تابعه في النظام الداخلي الجديد على الاقل في المقترح الموجود الان دوا، هل تم في المشروع هل تم تخصيص باب او جزء تفكر بتلي تلقينا اخر مره حكينا على ربما تلفزه خاصه باعمال المجلس، واثنين هل ان فما شارت باش تتعمل ما بين علاقه المجتمع المدني والمواطنين مع النواب، هل تم ادراج بعض الفصول نظمة العلاقه ما بين الجمعيات وال البرلمان ما بين الباحثين والبرلمان قد تفيد في طريقة التعامل معهم والتواصل مع كتاب الورقات السياسية؟ مع الشكر. أو كخبيت بلكم الزوزة سألة هو بيدو السؤال كم بشنا سمع نبدأ بالسؤال الثاني أستاذ عطايل في المشروع نظام الداخلي الجديد، شنو يعني على شنو نصينا بالضبط في علاقه بربما الاكسي هذايا نفاذ ربما الباحثين على قطعهم بالمجلس؟ هو شوف فما بعض الفصول اللي اول حاجه فما مش كل شيء نحن فصلناه في النظام الداخلي، تم مسائل سيتم لا فما مسائل باش يتم النظر فيها في اطار قوانين برلمانيه، يعني فما قوانين ستنظم وتطبق النظام الداخلي في قوانين تفصيلية بما فيها الاطلاع، معناها كيفية الاطلاع على محاضر جلسات اللجان المداولات المجلس النواب هي منشورة إن شاء الله في مداولات مجلس النواب الشعب، لكن الإشكالية هي ترحط في محاضر جلسات اللجان لأنه محاضر جلسات اللجان يعني يتم إمضاءها بطرف الرئيس المقرر اللجنة في كل جلسة ويتم معناها حفظها وما يتم الاطلاع عليها إلا بإذن من رئيس المجلس. وبطبيعة فما التسجيلات الصوتية لأنه فما التسجيلات للجنة تبقى التسجيلات الصوتية ويتم من بعد كتابتها في محاضر ويتم حفظها. وهنا كان فما طلب أنه ضروري نشر تلك المحاضر، محاضر اللجان مش الجلسات العامة يتم نشرها حتى يتم الاطلاع عليها. وهنا صار يعني خلاف على اعتبار المستقلة كما أي كما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نفس الشيء في الجلسات العامة، يعني ربما أضفنا فما إضافة هي ما كانش موجودة في النظام الداخلي بتاع المجلس الوطني التأسيسي وهو في حضور الجلسات العامة
من يمكن أن يحضر الجلسة العامة بتبيع في المكان المخصص ليهم. يعني أضفنا الممثلي المجتمع المدني والمواطنين. هذا كان عرف معمول به في المجلس، كنا نستقبل المجتمع المدني لكن ما كانش منصوص عليه في النظام الداخلي بتاع مجلس الوطني التأسيسي، لكن أضفناه معناه يعني بصريح النص في المجلس، يعني في النظام الداخلي الجديد، إنه حضور وقبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني في الأماكن المخصصة ليهم باش يتبعوا الجلسات العامة. بتبيع حفظنا على البث المباشر. مسألة القناة البرلمانية في الحقيقة يمكن موضحها مش النظام الداخلي، هذه كذلك باش تدخل في إطار القوانين البرلمانية اللي باش يتم سنها من طرف مجلس النواب، خاصة الاستقلال الإداري والمالي للمجلس، إن هو اللي باش يمكنه من اتخاذ قرارات في الناحية هذه سواء قناة برلمانية أو غيرها من القرارات. كيف الاستماعات في اللجان، وهنا خلينا المسألة يعني عامة، اللجنة نجم تستدعي كل من ترى فائدة في سماع في أي موضوع. نفس يعني حاولنا إنه يكون التعميم هو أفضل من إنك تخصص وتضيق أكثر، لأنه إذا كان ضيقت وحطيت إنه تستمع فقط إلى من يمثل الحكومة أو يمثل مثلا رئيس الجمهورية وغيرها، ربما تضيق على المجتمع المدني مش ما نجمش يحضر في اللجان، وما نجمش اللجنة يكون عندها قدرة إنه تستمع لأي ممثل للمجتمع المدني، أو حتى تستدعي معناها المنظمات معناها ناشطة في مجال معين مش تستمع لهم في قضية من القضايا. وبالتالي حاولنا أنه المسألة هذه تبقى عامة مش هذا يستوعب إمكانية وجود يعني استماع للمجتمع المدني. في الحقيقة السؤال الأول أنا ما فهمتوش بالبداية، يعني شنو ربما دورنا كنواب في علاقة بالباحثين؟ يعني أنت خذت التجربة اللي عملناها مع WFD في كتابة الورقات، فحتما صارت التجربة هذه فيها إيجابيات وفيها سلبيات وفيها نصائح ربما تنجم تتقدم للجماعة اللي حاضرين معنا اليوم، اللي نجم نتعامل مع الآخر، معك أنت شخصيا ولا مع زملائك ولا مع أي صانع قرار في الإدارة. فشنو من النصائح اللي ممكن بعد الركول اللي خذيته من التجربة هذه الشخصية أنك نجم تنصحهم بهم في علاقتهم بصانع القرار، فاش يتصلوا بيك، فاش يتعاملوا معاها. احنا حكينا قبل شوية قبل ما تجي على الأمور النظرية، الآن الجانب العملي التطبيقي. هو أكيد أنا صياغة الورقات أول مرة اللي شاركت فيها كانت معك. لا هو لا، لأنه هذاك هو يعني هي الحقيقة. أنا مشاركتش في صياغة ورقات من سياسية معناها بالشكل هذاك، إلا بدعوة منك أنت وقتها، وكانت الورقة اللي خدمناها في التشغيل المعوقين، واللي من بعد انبثق عليها يعني المقترح قانون، واللي الحمد لله كنا من بين اللي أمضوا عليه. هذا كان وقت صياغة الدستور، وقت المصادقة على الدستور قبل ما يغلق يعني باب تقديم مقترحات يعني القوانين. وكانت تجربة أنا نعتبرها إيجابية جدا، وقت اللي فما مواضيع معينة أحيانا وقت اللي تتخدم في مجموعة وكل حد يكون عنده يعني اختصاصات معناها مختلفة، تنضيج الفكرة يكون أفضل. أنا شخصياً مسألة تشغيل المعوقين ما عنديش عليه فكرة كبيرة، يعني ربما نعرف شوية الإطار القانوني، لكن التفاصيل الموضوع هذايا ربما ما عرفتها إلا وقت اللي شاركت في صياغة ورقة على الموضوع هذايا، معناها الإشكاليات اللي موجودة، الستاتستيك، ربما فما حاجات نحن نسمعوها لكن في الواقع العكس هو اللي موجود. معناها مهم إنه النواب والبرلمانيين بشكل عام إنهم ما معناها يشاركوا في حتى في صياغة مقترحات القوانين اللي ينجم المجتمع المدني يكون عنده يعني الرؤية لها أو عنده رغبة باش يقدمها، يعني يشارك في صياغتها قبل حتى ما تجي المجلس النواب يكون عنده فيها دور. أي أنا فقط نقطة أخيرة للتأكيد وكهو، أنا معناها عندي استعداد تام يعني للتعاون في كل وقت في المجلس. مرحبا بكم في أي وقت نبدأ موجودة، ونضبط موعد من قبل. مرحبا بكم في كل وقت. مجلس هو مجلس الشعب بيعته.